كانت واقفة إلى جانب الفريق بأصعب ظروفه. هنا صالح العمري يعطي الانتفاع الاتحاد أول أهدافه في المباراة. صالح العمري بعد عرضية تمكن من تسجيل أول أهداف الاتحاد. في هذا العام لا ظروف حادة بصورة مختلفة وبشكل مغاير. الكرة اللعب بالراس هذه المرة تجي تمريرة طويلة على الجهة اليسار، يقترب الحزم. أوهو عاد الحزم، حزم الصمود، يسجل ثاني أهدافه في المباراة. إلى فرحة عرضية باتجاه حجازي. الله،